البدء. الرئيس السيسي يوجه بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد. الرئيس السيسي يستقبل قائد القوات البرية الأوغندية ويؤكد أن مسار التعاون والبناء يمهد الطريق إلى النجاح. زيلينسكي مستعد للحوار مع بوتين ويحذر من حرب عالمية حال فشل المفاوضات. 9 في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. وخلال استقباله الفريق موهوزي موسيفيني قائد القوات البرية الأوغندية، أكد الرئيس السيسي أن التاريخ والتجربة أثبت أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار. وخلال استقباله الكاردينال مار بوتروس الراي باتريارك أنطاكيا وسير المشرق للموارنة، أكد رئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق موهوزي موسيفيني قائد القوات البرية الأوغندية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القوات البرية الأوغندية نقل تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للسيد الرئيس، مشيداً بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والأمني، ومعرباً عن تقدير أوغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية، خاصة في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مشيداً سيادته بأواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع أوغندا في مختلف المجالات، ومؤكداً أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائماً ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار الأزمات والمشاكل الذي يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها، مشيراً سيادته إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التي تتمتع بها دول حوض النيل وإفريقيا بوجه عام، حيث طالما مثل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر في التعامل مع عمقها الإفريقي، وهو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وكذا في تفاعلها مع كافة الشركاء الدوليين للقارة. كما رحب السيد الرئيس بجهود دعم التعاون العسكري بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمشاركة الجانب الأوغندي في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية، مشيدا سيادته في هذا الإطار بما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعي لتحقيق مصالحها. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التباحث بخصوص تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية، في ضوء تطلع مصر لتعظيم المكاسب المشتركة لدول القارة، خاصة دول حوض النيل، استناداً إلى الإرث التاريخي والروابط المشتركة التي تجمع بينها. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاردينال مار بوتروس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالكاردينال مار بوتروس في بلده الثاني مصر، مؤكدا سيادته الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي،
وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره. من جانبه أعرب الكاردينال مار بطرس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17%، لتصل إلى قرابة 1.447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2.007 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار و400 مليار جنيه لبند الأجور و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصة ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم. كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018 إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب والتي فحصت ما يزيد عن 41,000 حالة خلال الفترة الماضية وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليار جنيه. وقد اطلع السيد الرئيس على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها
وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل، والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30,000 شركة حتى تاريخه، مع رفض أكثر من 2,000 طلب للتسجيل لمخالفة اللوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية. خلال الاجتماع تم استعراض موقف 19 مركزا في 13 محافظة، سواء من حيث المتغيرات المكانية التي حدثت بها وموقف التعامل مع هذه المتغيرات وإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات إلغاء الدعم عن المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 605 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 310 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 63 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1270 قطعة سلاح ناري، أبرزها 167 بندقية و120 بندقية آلية و62 مسدساً و921 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و152 خزينة، إضافة ل1402 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590,177 حكماً قضائياً بإجمالي 37,074 متهماً، من بينهم 2,468 حكم جناية و207,013 حكم حبس و297,765 حكم غرامة،
و82931 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 22 تشكيلاً عصابياً ضموا 84 متهماً قاموا بارتكاب 324 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 69 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 90 متهماً، كما تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1766 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1943 متهماً، وبحوزتهم ما يقرب من 718.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 146 طن من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 47 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد عن 17.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 19615 قرص مؤثر و 20947 قرصة ترامادول مخدر و 6058 قرصة كيبتاجون مخدر. كما تم إبادة مساحة 287 فدان منزرعة بنبات الخشخاش المخدر و 14 فدان منزرعة بنبات البانجو المخدر، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 543 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 240 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبوطات تبلغ أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 46 طن سلع غذائية. في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 67 طنا. تواصل أجهزة الدولة جهودها في طرح السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. تواصل الدولة جهودها في توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، وذلك مع تكثيف الرقابة على الأسواق عن طريق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدي لأي محاولة تلاعب أو جشع بهدف احتكار السلع أو رفع الأسعار. السلع الموجودة طبعا رقم واحد السلع الأساسية زي الزيت والسكر والرز المكرونات بتخفيضات او اسعار اقل من بره، السكر ب 10.5، الرز يبدا من 11.5، المكرونه بيجي نص كيلو فيه ب 5 جنيه، في 350 جرام ب 3.5 جنيه، بالاضافه على كده طبعا اللحوم الطازه السوداني ب 95، اللحوم البرازيلي ب 80 جنيه، الدواجن البرازيلي الكيلو ب 48، زائد مصنعات الدواجن من فيليه من شيش من وراك من البط من وراك الرومي بتبقى موجوده، زائد طبعا يميش رمضان موجود في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 20% لـ25%. منافذ المجمعات الاستهلاكية شهدت إقبالا كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة إلى جانب الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم. جيت اشتريت زبيب واشتريت قمر الدين واشتريت مشمشية، فالأسعار حلوة يعني.
في متناول الجميع يعني. هنا لا، هنا الأسعار أحسن طبعا من بره، فرق كتير يعني 5 3 4 في كل سلعة. في فرق من 20 ل 30 ل 40 جنيه بره، يعني فعلا هنا كل حاجة متاحة، والحاجة هنا فعلا في متناول الناس كلها، يعني حلوة جدا بمقارنة ببره. جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير مختلف المنتجات الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن أي إخفاق لمحاولات التفاوض بين كييف وموسكو يعني أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا ضرورة استغلال أي صيغة وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض. وفي تصريحات سابقة قال زيلينسكي أن حصار مدينة ماريوبول الساحلية سيدون في التاريخ بسبب ما تشهده من جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية. ومن جانبه قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مدرسة للفنون ويتواجد بها نحو 400 أوكراني. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن أي تصعيد روسي خارج أوكرانيا سيؤدي إلى رد حازم من الحلف. وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو يواجه واقعا أمنيا جديدا، حيث تقود روسيا الأمن وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك. ولفت ستولتنبرغ إلى أهمية منع تحول الصراع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا لأنها ستتسبب في دمار كبير، مؤكدا تكثيف دعم دول الحلف العسكري والإنساني أوكرانيا إلى جانب فرض عقوبات على روسيا. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم زيارة أوكرانيا خلال جولته الأوروبية والتي تبدأ هذا الأسبوع. وأوضحت ساكي عبر حسابها على منصة تويتر أن جولة بايدن الأوروبية ستركز على مواصلة حشد العالم لدعم الشعب الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أن صواريخ الفرط الصوتية التي تقول روسيا إنها استخدمتها لتدمير أهداف عسكرية في أوكرانيا لا تحدث فارقا في مواجهة الجيش الأوكراني. جاء ذلك في تصريحات لأستن لشبكة CBS الأمريكية، رافضا في الوقت نفسه تأكيد أو نفي استخدام موسكو لهذا النوع من الصواريخ. قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس إن التقارير التي تفيد بترحيل آلاف من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى روسيا مزعجة في حال أن كانت صحيحة. وأضافت توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد صحة هذه التقارير التي رددها، ولكنها أشارت إلى أنه من غير المعقول أن تجبر روسيا مواطنين أوكرانيين على الذهاب إلى روسيا. For humanitarian partners in Ukraine. We'll be right back.
نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها. التحالف العربي باليمن يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي تجاه جازان السعودية. استضافت القاهرة اجتماع كبار المسؤولين للجنة الفنية للمشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الموضوعات الإقليمية، وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بشأنها، بالإضافة إلى بحث سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر مواصلة قوات الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية. وأضافت الخارجية أن مصر تؤكد أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يعد تصعيدا جسيما واستهدافا لأمن وسيادة المملكة وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الخارجية على تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال. أعلن التحالف العربي باليمن وقوع هجوم عدائي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، لافتا إلى أن حريقا محدودا نشب بأحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية. كان التحالف قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي لاستهداف مدينة جازان. أضاف التحالف أن القوات دمرت 9 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبو وظهران الجنوب. دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية تأخذ على عاتقها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى. وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إن صالح أكد على ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد واستثمار الطاقات البشرية. التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مع وزير الحج بالمملكة العربية السعودية توفيق ابن فوزان الربيعة على هامش مشاركته في مؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي سينطلق بجدة غدا. وأشاد وزير الأوقاف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، كما أهدى وزير الحج السعودي بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، ومن بينها كتاب الحج والعمرة مناسك وأسرار، وكتاب التيسير في الحج، و كتاب الدولة مفهومها وتطورها، فضلا عن مجموعة من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير. تشارك مصر بالمنتدى العالمي التاسع للمياه والمنعقد بالعاصمة السنغالية دكار، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف المياه والتغيرات المناخية. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى، مع السعي لأن يعكس المنتدى القضايا الأفريقية وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها ودراسة تبني مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم COP27 المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل.
أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية بقرية المنشأة بمركز البداري بهدف الوصول إلى كافة القرى النائية والمحرومة من الخدمات الطبية. شملت القافلة جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معامل التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان، وتم الكشف على أكثر من 2000 مواطن خلال يومين، إضافة إلى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات العاجلة إلى المستشفيات المركزية. أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسوان القافلة العلاجية المجانية بقرية سلمون التابعة لمركز ومدينة كومومبو. تأتي القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتكون من 10 تخصصات طبية مع توفير أكثر من 120 نوعا من الأدوية، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من المواطنين، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء جراحات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. تستمر أعمال القافلة بالقرية لمدة يومين. والآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية، التفاصيل مع فاطمة خليل. إليك. شكرا فاطمة. إلهام نمر، شكرا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021-2022 بمقدار 466 مليار جنيه، لتبلغ نحو 5 تريليونات و822 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال نفس الفترة بنحو 195 مليارا و300 مليون جنيه، لتبلغ نحو 3 تريليونات و99 مليار جنيه في ديسمبر 2021. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعا وصل إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، وقد سجل حجم التحويلات في 2021 مستوى غير مسبوق، ووصل إلى 31 مليارا و500 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 29 مليارا و600 مليون دولار في 2020، و6 22 مليارا و800 مليون دولار في عام 2019، ونحو 18 مليارات و300 مليون دولار في عام 2015. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع. هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 708 مليارات و300 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات و900 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 160% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة. أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من الضعف مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة. ارتفع صافي الربح إلى 110 مليارات دولار خلال العام المنتهي في 31 من ديسمبر من 49 مليار دولار في العام السابق. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وياسر لاستكمال ما تبقى من السبت. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية. جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة وحيدة الديدموني إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، وفازت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت السيدة إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا. وأعلنت الوزارة الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي السيدة صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة. بنستهدف في جميع برامجنا يعني إن احنا بنقوم على الاختيار بناء على معايير محددة، وعشان نقدر نوصل المزايا لمن يستحقونها فعليا، وبالتالي بيبقى في شفافية في أي مسابقة بتتم أو أي مزايا بيتم عرضها من الوزارة. المسابقة بيعلن عنها بشكل صريح في المنصات الإعلامية والإلكترونية، سواء إذا كان على الإعلام الاجتماعي أو الجرائد. أيضا بيتم النشر من قبل زملائنا في جميع المديريات حول مسابقة الأم المثالية، وبيبقى ليها معايير محددة. احنا بنسعد اليوم واحنا بنقول لكل أم مصرية كل عام وحضرتك بخير وبصحة وسلامة، نحتفل بالمؤتمر اللي أقامته معالي الوزيرة دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي عشان تعلن نتيجة مسابقة الأمهات المثاليات عن هذا العام مارس 22. هذا العام احنا بنكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات 27، ثم يتم اختيار الأم الأولى والثانية والثالثة على مستوى الجمهورية. ده تم من خلال العديد من الخطوات، منها اللجان المحلية على مستوى المحافظات، ثم اللجنة المركزية اللي قامت بفحص كافة قصص الكفاح وتجارب الأمهات، ثم مرحلة التحقق. والآن مشاهدينا مع الأخبار الرياضية. عودة مرة ثانية إلى فاطمة. إليك فاطمة. شكرا ياسر، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. والآن مع الأخبار الرياضية. تأهل المصري البورسعيدي إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على ضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة. بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد القطن الكاميروني عند 3 نقاط في ذيل المجموعة. أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن. وكان الاتحاد قد أعلن أمس السبت عن فسخ تعاقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وذلك لتراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية. عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. شارك فنان باليه بارزون من جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا وأوكرانيا في حفل خيري بعنوان الرقص من أجل أوكرانيا، وذلك على مسرح لندن. وقال المنظمون إن التذاكر بيعت في أقل من 48 ساعة، وأن الحدث قد جمع بالفعل ما لا يقل عن 140 ألف جنيه استرليني من أجل نداء لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث في أوكرانيا. والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة أخرى إلى الزميلة فاطمة خليل. شكرا إلهام وياسر، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18 الصغرى 9، الإسكندرية 17 10، مطروح 17 10، بورسعيد 17 9، الإسماعيلية 18 10، وجوها مائل
البرودة. أما السويس 17-11، العريش 17-9، طابة 21-13، شرم الشيخ 24-15، الغرداء 25-15 وجوها معتدل. أما الأقصر 29-13، أسوان 30-12، الوادي الجديد 28-10، شالاتين 28-13، حلايب 26-13 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد. الرئيس السيسي يستقبل قائد القوات البرية الأوغندية ويؤكد أن مسار التعاون والبناء يمهد الطريق إلى النجاح. زيلينسكي مستعد للحوار مع بوتين ويحذر من حرب عالمية حال فشل المفاوضات. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار، ولكن نبقى مع برنامج التاسعة. هواء التاسعة ما زال مستمر مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور يا الهام. ازيك يا ياسر صديقي القديم الكبير حبيبي. منورين، واشكركم على التقديم وعلى القراءة المتميزة كما جرت العادة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.